شهادة العرض للسيد التقليدي اللي كتنظموا مجموعة أصداء للموسيقى والبحث في التراث، طبعا بالتنسيق مع الملحقة بدار الثقافة، للمصممة سعاد بوحسينة. شنو يمكن تقول لنا على هذا العرض وعلى الظروف اللي مرت فيها هذا العرض؟ الظروف اللي مرت فيها هذا العرض الحمد لله دارت داس ظروف مزيانة، ظروف حميمية، كنخرج من هنايا الحمد لله كلشي فرحان. مجموعة أصداء البحث للموسيقى والبحث في التراث هي كتعني بواحد المجموعة من المشاريع ديال الخلق والإبداع. الفصل 6 في قانون الجمعية كينص على أن الجمعية ممكن تبدد النشاط ديالها من مختلف المجالات اللي كتهتم بالخلق والإبداع. وتورات بيسك هاد العرض كان على تورات اللي هو يعني بالزي التقليدي المغربي، فجات الفكرة من عند المصممة على أنها كانت باغا شكون اللي يحتضن الحفل ديالها. بما أننا حنايا الأهداف ديال الجمعية كتتماشى مع 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 العرض ديال اللباس التقليدي، دونك صافي وحدنا الرؤى وكان هاد الحفل اللي شفتوه اللي مر الحمد لله في ظروف مزيانة. هذا ما كان شكرا، ما كان حتى مشكل. السلام عليكم.